مرحبا بكم يا شباب، يوم خميس أسطوري يا أصدقاء كونامي. تفاجئ الجميع. أول شيء، حملة هدايا قبل نزول النسخة الجديدة. طبعا استلمنا فتحة مجانية على باكج إيبك وطقم جديد لنادي كورينتيانز بمناسبة إحياء الذكرى، وسنستلم فتحات مجانية على اللاعبين نادي كورينتيانز. والمفاجأة الكبرى، حملة نهاية النسخة الحالية وبداية النسخة الجديدة، والحملة مستمرة إلى حد النسخة الجديدة، يعني 14 يوم سنستلم فيه فتحات مجانية. وكما ذكرت من قبل، ستنحذف كل الحزم إلا المدربين ستوكوفيتش وديلا فوينتي مدرب إسبانيا. إلى شو تايم السومر ترانسفير، لدينا كالوفيوري إيطالي وأوليزي لاعب باير ميونخ، ثم اللاعب الياباني كامادا الذي كان يلعب في نادي لاتسيو وانتقل إلى كريستال بالاس، بالإضافة إلى البطاقات الأخرى دونفيغ لاعب روما واللاعبين الآخرين. وغالبا اللاعبين شو تايم قد يصلون إلى 100 أو 101. إلى الباكج نجوم الأسبوع، إلى الصفح إيرلينغ هالاند، لدينا كفاراتسخيليا، أيضا روميرو ببطاقة بوستر، وأندريك ومادويكي لاعب تشيلسي، كوبو أيضا واليورينتي. كنا نتمنى لاعبين أقوياء بصراحة، لكن الباكج يعتبر جيد إلى حد ما. إلى العظمة البرازيلية، 50 لاعب فيه 5 لاعبين إيبك بوستر يا شباب، لدينا 18 فتحة مجانية، ولا تنسوا أن تذكروا لي من تتمنون في هذا الباكج. أول لاعب معنا كافو الظهير الطائر، جيد جدا بالإضافة للمهارات التي يمتلكها. بالنسبة لأفضل ظهير أيسر في التاريخ روبرتو كارلوس، يلعب في مركزين ويمتلك مهارات قوية وسرعة وفي منتهى الروعة. إلى المهاجم البلغاري ستوتشكوف، رأس حربة، لاعب جيد بالإضافة، يلعب أيضا كجناح. إلى ديلينسون، لاعب البرازيلي بأسلوب هولب، لهذا اللعب جيد مهاريا، لكن بالنسبة للإنهاء الفينش فهو ضعيف جدا. إلى الطواحين، هولندي فاندرفارت، لاعب صانع ألعاب، هذا اللاعب جيد جدا ويمتلك يعني مهارات، بالإضافة يلعب بكلتا القدمين، يعني أتمنى هذا اللاعب بصراحة. أغلب اللاعبين جيدين، لكن أفضلهم روبرتو كارلوس. طبعا لا تنسوا أن تذكروا لي ما من تعاقدتم. بالنسبة لي هذا كل ما عندي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا أن السلام هو خير ختام.